عندما تعطش الأرض والبيئة للماء يحل الجفاف. هذه الظاهرة قادرة على تقليص المحاصيل أو تدميرها بالكامل، وقد تؤثر على الحيوانات عن طريق تقليص أعلافها أو تدمير مساكنها. وقد يفسد الجفاف الأنشطة الصناعية التي تتطلب موارد المياه، فصناعة الورق على سبيل المثال تحتاج إلى كميات هائلة من المياه في عمليات الإنتاج، في حين تستخدم المياه في المحطات النووية خلال عمليات التبريد. ونقص المياه المزمن قد يؤدي إلى تجفيف البحيرات، فنذكر مثلاً بحر أرال الذي تراجع منسوب المياه فيه إلى النصف في 40 عاماً. ويشير مصطلح الجفاف إلى تراجع في هطول الأمطار على فترة طويلة بالمقارنة مع المعدل الطبيعي له، وقد يكون هذا المعدل أكثر ارتفاعاً في المناطق المناخية المعتدلة كشمال أوروبا أو أمريكا، أو أقل نسبة كما في المنطقة التي تلف المتوسط أو إفريقيا. وقد يؤثر الجفاف على التربة أو على احتياطي المياه. في الحالة الأولى نتحدث عن الجفاف المناخي، فقلة الأمطار تؤثر على المزروعات وتقلص مستوى المحاصيل، إلا أن الإنسان قد يزيد من حدة هذه الظاهرة باختيار أنواع نباتات لا تتأقلم مع المناخ، فنعطي مثال الذرة التي تحتاج إلى الري المكثف. بالإضافة إلى ذلك قد نذكر التقنيات الزراعية كالزراعات ذات المحصول الواحد التي تمتد على مسافات كبيرة، وقد تؤثر بشكل سلبي على التوازن إذ أنها تشجع عمليات التبخر السريعة. أما الحالة الثانية فتتعلق باحتياطي المياه كالبحيرات والأنهار الجليدية والمنحدرات الثلجية، ويتأثر التوازن الطبيعي عندما يكون هذا الاحتياط ضئيلاً. قد نلاحظ هذه الظاهرة حتى عندما يكون تساقط الأمطار طبيعياً أو كثيفاً، وذلك عندما لا تسمح الأرض بنفاذ الأمطار أو عندما تسلب المياه نتيجة لتدخل الإنسان. ويمكن القول تالياً إن الجفاف ليس ظاهرة طبيعية وحسب، إنه مفهوم نسبي بين توفر المياه والطلب عليها، إلا أن الأخير بات مرتفعاً نتيجة لاستهلاك الإنسان وتلبية لحاجة مواشيه وقطاعه الزراعي. ولن ننسى أن بعض متطلبات الرفاه تزيد الأمر سوءاً إذ تستخدم المياه لملء أحواض السباحة وري الحدائق وغسل السيارات.